طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. مرحبا بكل تأكيد بخير داع. وبهذه الكلمات الراقية والجميلة استقبل أهل المدينة أهل يثرب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونحن نستقبلكم مشاهدينا الأعزاء في موعدنا هذا لنتحدث ونتكلم عن هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. دائما نسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركات، وكل عام وكل من يتابعنا كل الأمة الإسلامية وكل شعب السوداني بخير وصحة وعافية، ونتمنى أن تنعاد دائما هذه الأيام بما فيه خير لمصلحة العباد والبلاد. مساء الخير ماريا، كل سنة طيبة. كل عام وانت بخير حسام. مرحبا بكل مشاهدي الاعزاء، ومرحبا بكل من يتابع دوما في الموعد. موعدنا اليوم مع محطات وتامل مختلف للسيره النبويه، قراءات جديده في عالم الهجره النبويه من خلال المعلومات والاستخبارات، من خلال التكتيك والتنظيم والصحبه والرفقه ودلالات المحبه والاستبشار، وبدايه جديده لدعوه جديده بشكل مختلف من الانفعال والتواصل ما بين كل ارض الحجاز عبر هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهلا بالجميع واهلا بضيوفنا داخل الاستوديو معكم للحديث حول هذه المحاور المتعدده والمختلفه. مرحبا شيخنا سعاده صديقي، سعد مساك بالخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساء الخير، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا دائما، يوفق الجميع ويوفق القائمين على امر هذه القناه الى ما فيه الخير والسداد، وان يجتهدوا ان يجاهدوا في ارسال رساله طيبه للمشاهد الكريم. اهلا ومرحبا بك، مرحبا ايضا بالفنان والمادح صفوت الجيلي، مساء الخير عليك، واسعدتنا ببدايه الانطلاقه بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. اهلا ومرحبا بكم ومساء الخير عليكم، تحيه طيبه لكل الشعب السوداني ولكل الامه الاسلاميه بحلول العام الهجري الجديد. نتمنى انه يكون عام خير ورفاه ونماء لكل المسلمين في كل انحاء، واسعد جدا بانه اكون معاكم نقضي معاكم مع بعض ان شاء الله لحظات جميله ان شاء الله. نعم، نحن اكثر سعاده يا صفوت، وكانما هو عام جديد كل المبدعين في وطننا الحبيب السودان، يعني كل يوم انطلاقه وعوده كبيره جدا، عشان ما يشوفوا كثير جدا من قيمنا ويرجعوا لكثير جدا من اذا كان القصائد او الانشودات الديريه المقنعه، ففيها رجعه كبيره جدا وفيها انتعاش كده لكل النفوس. نعم اكيد، بالتاكيد هو يمكن العام يتجدد ولكل حصاده، يعني كل يعني مادح او فنان او مشتغل على الدعوه او في أي منحة بيكون عنده أكيد حصاد عام كامل، فمن باب أولى إنه هو يقيف مع نفسه إنه يراجع ويرتب ماذا فعل في هذا العام المنصرف. خلينا نقول 1440 هي بداية عهد جديد لانطلاقات مختلفة لعهد مختلف مع الله سبحانه وتعالى في شتى الموضوعات. معك شيخنا شيخ سعادتي في بداية الحوار نتحدث عن الهجرة بتأملات مختلفة ودواعي جديدة، لكن لابد أولا أن نقف على بعض المعلومات التعريفية حول أسباب الهجرة ومكملات الهجرة، باعتبار الهجرة هي واحدة من أهم المحطات الرئيسية في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقبلها البعثة والميلاد وغيرها من المواقف المختلفة. تفضل. نعم، الحمد لله. في الحقيقة أنه الهجرة حد فاصل بين ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، العهد المكي والعهد النبوي المدني. بنلقى أنه الهجرة زي ما أنت ذكرت مناسبة عظيمة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن تكون من أعظم ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسعد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مرت عليه لحظات ولادته، ونحن في ولادته في ميلاده
عندنا دروس كثيرة وعبر بناخذها من حياته. طبعا السيرة ذات الكلام فيها جميل، وبالذات سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيكون الكلام فيها أجمل، يعني ساعة وساعتين وثلاثة والإنسان يتكلم عنها. بعدين يمكن يكون حتى موضوع الهجرة يمكن يكون يدعاد مرات ومرات، يعني ما عنده مناسبة، يعني موضوعنا بتاع الهجرة ما عنده مناسبة، وإلا كانت الهجرة في ربيع الأول، الهجرة كانت في ربيع الأول، والآن نحن في شهر محرم. لكن نقول تاريخ الهجرة حدثه سيدنا عمر بن الخطاب، فنحتفل ببداية عام جديد. نعم، عشان كده أنا بقولش إنه حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها تاريخ وكلها حقيقة، يعني مناسبات جميلة وطيبة، يعني ميلاده، وبعد شوية جاءت البعثة في عمر ناهز فوق 40 سنة عليه الصلاة والسلام، بعد شوية جاءه الإسراء والمعراج، بعد شوية جاءته الهجرة ثم الوفاة. يعني لو جينا لأي مناسبة من المناسبات بنلقى فيها كثير من الدروس وكثير من العبر، ونحن بنحتاج ل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياتنا كلها. ومن الأشياء اللي مرت على الرسول عليه الصلاة والسلام الهجرة، وطبعا كان في مكة وجاءته البعثة كما هو معلوم عمره 40 سنة، فمشى لورقة بن نوفل وكلمه، أخبر ورقة بن نوفل بما شاهد وحصل. ورقة بن نوفل رضي الله عنه أخبره بأنه حيخرجوك في أول ليلة من ليالي البعثة، في لحظة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جاء خايف من غار حراء، وجاء لي خديجة قال زملوني دسروني. في النهاية مشت بيه لورقة بن نوفل. أول خبر ورقة بن نوفل بعد ما أخبره بعد تكلم معه وسمع القصة من أولها، قال له يعني سيخرجك قومك، يا ريتني كنت معاك كنت جزعان حينما يخرجك قومك، يعني اللحظة اللي بتكون أنت فيها طالع، يا ريتني كنت معاك كنت أنا شاب فيها. طبعا زي ما يقول ليت الشباب يوما يعني فأخبره وفعل البشيب، فهو كان كبير قال أو مخرجهم، قال نعم ما جاء يعني أحد مثل ما جيت به إلا وأخرج. يعني تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام من البداية إنه حيخرج، لكن متين ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم لحد في انتظار أمر الله سبحانه وتعالى. نعم هو يعلم إنه حيطلع من بلده، وكان ودلش الأمر المصبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأذية اللي قاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني ما الإنسان ما بتخيله ولا بتوقع أصلا، يعني حاجة فوق الخيال، لكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له المخرج. وجاءت رسالة تانية إنه أخبر بالهجرة، وخففت عليه في صورة الإسراء، يعني نهاية صورة النحل تخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. وهنا المناسبة إنه ضربنا عبد ياليل وأذوا النبي صلى الله عليه وسلم، القصة معروفة للمشي للطائف. فبعدها جاءت سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى في بشارة هنا في مسجد غصي، ما دام في مسجد أقصى في غصي أنا أقرب منه، وما في أقرب من الزمن ذاك ما كان في المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. هذه بشارة خفية للنبي صلى الله عليه وسلم إنه وهو في همة إنه حيكون تبني لك مسجد، وده معناته وهو في ضيق وفي عانة صلى الله عليه وسلم في تعب تجيه البشارة دي. حتى إنه بعد ذاك بصورة الإسراء ذاته الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكاد الذين كفروا يعني يخبر ليخرجوك منها في الآية. نعم، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من أرسلنا من قبلك من رسلنا. يعني الله عز وجل أخبره قال لي جماعة دل حيخرجوك وحيطلعوك من بلدك بعد دخلت، لكن لو طلعوا لو أنت طلعت تاني ما في عمار بالنسبة لهم، ما عندهم عمار تاني، ناس أبو جهل وناس أبو لهب وناس أبو سفيان رضي الله عنه بعدك أسلم. يعني مكة بعد الحاجة الفئة دي أنت مولود فيها ودي بلدك وحب البقاع ليك أنت وحب البقاع إنديان يعني عند الله سبحانه وتعالى، الناس زي اللي أخرجوك تاني بعد ده حجيهم راجع. هنا بشارة مش بالهجرة كمان، بشارة بأنه يرجع تاني مكة لفتح مكة. إذن بشارة الأولى كأنما تأكيد يعني لناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصوى لما قال دعوها فإنها مأمورة، الحديث عن المسجد النبوي باعتبار أنه هو كان يعلم أنه حيكون في مسجد باعتبار المسجد الأقصى الذي ذكرت، والبشارة الثانية بفتح مكة أيضا. نعم، هو حقيقة يعني دائما البشارات بتيجي النبي صلى الله عليه وسلم خفية،
ويعلمه هو صلى الله عليه وسلم من استنباطه لكتاب الله عز وجل. وصحيح الناقة مأمورة، مع أنه هو الناقة في نفسها كانت عادية يعني، وبشر أبو بكر الصديق في النهار وكلموا الناقة حقته هو، حقت أبو بكر الصديق، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم حق الأجرة يعني. هو ده اللي شيله مجانا، لكن هو قال لا، اللي يدفع حقها. وساقوا معاهم يعني رجلهم العارف المكان، عارف الطريق، وده يدل على انك تكون عندك خرطه. هسه الان انتم شغالين بالموبايلات مش كده؟ بس تتصل على اي واحد من العربات توريه وتقول له انا في المكان الفلاني، عارفك، يقول لك انا جايكم بيتكم في شارع الفلاني. طيب لو نتكلم عن الخرطه للهجره النبويه دي برضه، خلينا ناخذها باستفاضه اكثر، نتكلم فيها عن بيت سيدنا ابو بكر الصديق، باعتبار انه سيدنا ابو بكر الصديق كان هو الصاحب. ونتكلم عن يعني عامر بن فهيره اللي كان بيمسح اثار المشي لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ونتكلم عن برضه ابن اريقط باعتبار انه هو المشرك الوحيد اللي كان مشارك في الهجره من خلال الدليل لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولسيدنا ابو بكر الصديق. نعم، هو طبعا دي واحده من الدروس، يعني من الدروس العبره المهمه قبل الهجره، التكتيك والتخطيط والسريه والمشاوره ويعني الشورى والاجتماع ودراسه زي ما يقول دراسه الجدوى لاي موضوع لازم ماشيين عليه. ويعني هو قبل ما يهاجر جاء الخبر من النهار، مشي لابو بكر الصديق واخبره يعني، وده يدل على ان المساله فيها سريه. واي موضوع الناس ما يشتغلوا فيه بسريه بيضيع اليوم. وما كان بقى من الصحابه كثير يعني، الصحابه ما فضل منهم كثير، لانه هو اصلا قبيل اخبرهم بانهم اريدوا دار هجرتكم، واخبرهم بانها منطقه فيها نخل، مع انه مر عليها هو صغير عليه الصلاه والسلام. طبعا برضه شاف لانه جاي خيلانه هناك بني النجار. ايوه نعم، وما شافه ما شاف المدينه ذاته، شافه هو صغير وساقته امه، والحقيقه بلده هناك اصلا. فكأن في الإسراء جاء مر عن بلده بل أرحامه، هو مر من الإسراء إلى بيت المقدس في نفس الاتجاه، ومشى مع أمه لنفس المنطقة يعني، عشان بعدين إنه تكون شنو شيء معروفة بالنسبة له وهو صغير. وجاء راجع طبعا أمه مات عليه في الطريق، القصة معروفة. فكلم أبو بكر الأسرة كلها قد كتم السر يعني. نحن نلقى الآن الواحد لو كلم مرته في حاجة معليش يعني، طلع السير طوال. قال لي أول الأسبوع الجاي دارين نبني، هي طوال تكلم الناس، الله قال لي دارين نبني، وقال حبجي له وطين وبرندتين زيادة من عندها، لكن تكتمت الأسرة كلها. أم رومان وعايشة، حتى عايشة رضي الله عنها لقت لها صفعة، لقت لها كف من أبي جهل يعني، بسبب شنو؟ لأنها كتمت السير. أين ذهب رسول الله؟ أين ذهب محمد؟ ما هي ذاتها ما عارفة مشت وين، ما كلمون، ما عارف من البشر الا الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق. ماشيين على وين؟ ما عارفين يعني، حتى ابو بكر ما عارف الاتجاه على وين لحد ما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح قصه يعني اسماء بنت ابو بكر، ما هي قصه معلومه انها ذات النطاق، ذات النطاقين نعم، وقصه مشهوره. فبتلقى ان يعني السيره او الهجره مشتركين فيها الرجال والنساء كبار وصغار. نعم، في كثير جدا من الشخصيات نحن محتاجين نقيف عليها اكثر ونوع من النظر فيها، وفي مشاركات الفاعله جدا من خلال السيره العطره ومن خلال هجره المصطفى عليه الصلاه والتسليم. وعاوز اعود مره ثانيه للاسباب ونكمل اسباب الهجره يعني بعد الضيق والضنك اللي لاقاه من المشركين ومن قريش. في اسباب كثيره جدا ممكن النظر فيها، ممكن نوع من النظر فيها حنتكلم فيها ان شاء الله، لكن استاذنك و نمشي مع صف ونشوف الإنشاد الديني في حب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، أنا حختار لكم للنبي سيد هوازن صلوات الكون توازن، وهي يمكن متواترة مع نفس الصياغ بتاع الهجرة. تفضل. للنبي سيد هوازن صلوات الكون توازن، للنبي سيد هوازن صلوات الكون توازن، يا من أرزاق نوازن أملى بين نور جوازن، صلوات الكون توازن، قاسم أرزاقنا خازن، قاسم
أرزاقنا خازن في السماء جوا المخازن صلوات الكون توازن وللنبي سيد هوازن صلوات الكون توازن سن بالنور حجاز يوم سر للسبع جاز صلوات الكون توازن سن بالنور حجاز يوم سر للسبع أجاز صلوات الكون توازن والحقيقة مجاز والحقيقة مجاز والحقيقة مجاز وحي نفوس نواجاز صلوات للكون دواز للنبي سيد هوازن صلوات الكون توازن صل يا خالق البرية صل يا خالق البرية على زوجة الخيبرية صلوات للكون توازن البرايتة في البرية البرايتة في البرية عليه من الشربرية صلوات للكون توازن وللنبي سيد هوازن صلوات للكون توازن للنبي سيد هوازن صلوات للكون توازن صلوات الله يبارك الصلوات والتسليم شكرا صفات مره ثانيه الله يخليك وان شاء الله حنتواصل بمدح المصطفى المعظم عليه افضل الصلوات والتسليم شيخ ساتي سالنا عن الاسباب وكثير جدا من النقاط كما ذكرت يمكن النظر فيها يمكن أن نتحدث عن طبيعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتي يعني أحدثت فيها الهجرة النبوية الشريفة تغيير كبير جدا هو نعم يعني طبيعة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة شاملة ورسالة مكتملة يعني زي ما أخبروا عن نبي الله موسى عليه السلام كانت دعوته دعوة جلال ودعوة نبي الله عيسى عليه السلام دعوة جمال ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة كمال يعني جلال وجمال وكمال نعم حقيقة يعني ودائما الحق معادة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ومن شخصية قوية كشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بصدقه وعرف بأمانته وكان بيرجعوا له في كل الأحوال يعني هم براهم يعني معترفين مشاكلهم بحلها أي مشاكل مشاكل اجتماعية اقتصادية مع أنه كان في بيت فقير عليه الصلاة والسلام مما ولد فقيرا وعاش حياة فقيرة لكن ما كان بيمشوا له هو سيد حقيقة يعني هو سيد قبل ما تجيه الرسالة وبعد ما جاءت الرسالة وهو يعني معروف هو مكانه السياسي فجاب دعوة حقيقة صافية ودعوة نقية هو ما دارينها هم طبعا عايزين يلعبوا عليه كيفهم يدفن البيت حية ويشرب القمور ويشركوا بالله سبحانه وتعالى وعايزين الأصنام تكون موجودة عايزين السرقات عايزين قبيلة تعتدي على قبيلة عايزين الهجوم عايزين حياة الهمبتة ودي النبي ما عنده عليه الصلاة والسلام حياته حياة السلام حياته حياة أمن دي واحدة من الأسباب يعني هم ضيقوا عليه لأنه ما دايرين دعوته تنتشر وما دايرين سماحة الإسلام الناس يعرفوها دي واحدة المسألة الثانية أراد الله سبحانه وتعالى بأن يخرج من مكة عشان يوسع دائرة الدعوة في المدينة والمدينة معروفة برضه كان فيها حرب يعني شغالة 40 عام معروفة بين الأوس والخزرج فأراد الله سبحانه وتعالى تكون الدعوة موسعة للمدينة المنورة شوف لو ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما كانت في مدينة مشكلة يعني هسه المدينة الآن الناس كلهم معروف يحبوها المدينة صحيح. المنورة استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم
بقلوب الصحابة وبأراضيهم وبأموالهم. فلو بيجوا أصلا بيجوا في مكة كانت الدائرة تكون ضيقة، لكن توسعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب، يعني هو من الأسباب أراد الله عز وجل يكون هنالك توسعة. أراد الله عز وجل أن يخبر الناس إنك إذا كان أنت في منطقة فيها ضيق وفيها أذى وما قادر تقوم بحقوق أمش منها، أطلع سبحانه وتعالى بيجعل لك المخرج إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى جعل له المخرج يعني من قبل الهجرة بالإسراء، يعني الله قال له إذا كان كأنه في معنى الآية يزهر الأرض من البشر أبوك، تعال الملائكة تستقبلك، تعال السماوات مفتوحة لك كلها، سبع سماوات، أمش فوق شوف سدرة المنتهى، أمش شوف فوق شوف الجنة، أمش تحال لي أنا أتكلم معك وخاطبك من غير ملك، تعال لي فوق. ومشى حقيقة يعني، فأسس له بعد ذاك البسرة بتاعت الصلاة، يعني من ثلاث صلوات كانت رقعتين رقعتين بقت لخمس صلوات كما هو معلومة، لأنه يعني أصلا كانت في صلاة، يعني الصلاة عدلت في ليلة الإسراء والمعراج، ما فرض ليلة الإسراء والمعراج. فكان الله سبحانه وتعالى يعني يقول لي رسوله صلى الله عليه وسلم أنت وناسك معك أرض الله واسعة، عشان كده كان في هجرتين في الأول للحبشة، الحبشة ديارنا مش كده؟ عشان دي بلادنا يعني، ما الحبشة دي إما شرق السودان منطقة الشرق وإما السودان ذاته عموما، لأنه أقرب طريق يمكن يهاجروا فيه ليمشوا ويطلعوا برا، ما في طريق غير جدة، يطلعوا عن طريق سواكي، لو مشوا عن طريق اليمن ولو مشوا أي اتجاه تاني البحر واسع. الجهة دي من قديم الزمان هي منطقة بتاعت مخرج، لا لو نمشوا جو هنا، يعني كانت الهجرة الأولى هنا، جاء تخيل إنه عثمان بن عفان ومعه زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخرجهم وطلعهم وكلمهم قال لهم أمشوا للحبشة فيها ملك لا يظلم عنده حد، يعني هم خرجوا عشان الظلم عليهم، وأي شخص يكون مظلوم يعلم إنه الله سبحانه وتعالى ما ينصره. خلينا برضو ناخد إضاءات حول الهجرة، يعني نقف إنه إذا أخذنا منطقة الحجاز بكلياتها باعتبار العرب وانتشارهم في قريش، فبنلقى مثلا سيدنا جعفر عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان موجود في الحبشة قاعد فيها 17 سنة، ولما رجع في خيبر، فكأنما الحديث عن المنطقة إنه سيدنا النبي بيقفل استخباراتيا المكان لقريش لما تتقفل عليهم بهنا على الحبشة وبهناك كده على الشام واليمن، فبتبقى قريش محصورة في منطقة معينة، ده دليل استخباراتي برضو خلينا نقول بعد قائد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإضافة للحديث لسيدنا علي بن أبي طالب لما خلاه برضو، لأنه المشركين هم عارفين سيدنا النبي إنه ده الأمين الصادق، فخلاه يبيت في عنده أمانات عشان عنده أمانات ترجعها، وبعدها هم ما عايزينه يعني. هو ما طلع النبي صلى الله عليه وسلم خايف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بقوله زي الناس الباقين طلع حارب، صح؟ لا، وإنما طلع بشجاعة، وإلا كان خلى الصحابة كلهم معه، يعني كان الصحابة خلاهم حواليه ومشى وسطه، وده يدل على إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج خطط لكل واحد يديه حقه، إذا كان علي بن أبي طالب خليه في فراشه عشان يرجع نعم للناس حاجاتهم، عشان ما يقولوا الله محمد هذا رسولكم عليه الصلاة والسلام، هذا الصادق الأمين، أيوه، عشان ما يقولوا أنت قلت هو صادق وشال حقنا وفات، وهم اللي بيقولوا ذاتهم ونعم هم اللي قالوا أصلا فوق بيل قالوا أنه غيره ما في زول قال الصادق الأمين، هم ذاتهم المشركين مش كده، وقالوا ألد الأعداء ليهم، يعني قال أبو لهب من الناس اللي قالوها. فصحيح انه يرسل هنا، طبعا اليمن كانت معروفة بضيق على القرشيين، وهنا منطقة الحبشة وهنالك منطقة الشام، حقيقة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضيق الخناق على اهل مكة، لانه هو اصلا ما قاصد انه يعاقب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رجل منتقم، يعني ما رجل تشفي، وإلا زي ما انا قلت كان ممكن يكون معه الصحابة كلهم يخليهم، بل من أشجع الصحابة من سافر وهاجر زي عمر بن الخطاب وزي عثمان بن عفان، طبعا مشى الحبشة بنلقاهم أغلبهم معاه، يعني كان ممكن يكونوا بجواره، لكن لأن الرسول ما داير دماء والرسول ما داير قتل، ودي من الدروس المستفيدة من الهجرة، يعني احنا كمسلمين مفترض نستفيد من الحته دي برضو، العمل بالاسباب لربما باعتبار البشريه واحتياجاتها والتفكير والترتيب لها، يعني ومشى يعني شوفي مشى بدل ما يمشي اتجاه طوالي المدينه الاتجاه الشمالي، تمويه مشى جنوب وصور في الجنوب،
ومكث فيه 3 ليالي، وطبعا طلع في 28 من ربيع الأول ومكث 3 ليالي حتى خرج، ولما خرج ما طلع طوالي بيجب نفس الاتجاه، لا مش عن طريق الساحل، مش معناته ما تقول الله أنا قوي ما خايف من زود، ما إنه كان ربنا ممكن يسخر كل الحاجات الفجأة من هنا من مكة للمدينة، خطوه في مكة وخطوه في المدينة. أيوة صح، خط رجله في مكة والمدينة، يعني حتى هو ما كان يعرف ما شافه، يعني ما بيذكره لحد ما ساق معه، وهذا الرجل مشرك لكن كان أمين، يعني حتى الله سخر له حتى المشركين، حتى هو هذا مشرك ما غدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوه مشركين تاني بقيادة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه 70 شخص شارين حراب ونعرفوا إنه ده اتجاهه ما شعلوا، وفي النهاية إنه يعني أسلموا جميعا، لأنه هم متلاقين بالحراب وهم 3، قال لهم خليكم في مكانكم لأبو بكر وعبد الله بن الرجل، وما شالوهم هم استقبلهم، لقوا الشجاعة دي ممكن تكون في شخص عادي، فعدك أسلموا ورجع أبو هريرة تاني لحد ما جاءوا بعدك في السنة السادسة من الهجرة. فبنقول إنه حقيقة الهجرة في نفسها شغل تكتيكي وشغل تخطيطي وشغل بتحسرية، يعني الهجرة القادة والرؤساء والحكام يأخذوا منا، يعني يأخذوا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده يتموه في الحرب. نعم، الكذب في الحرب، دارين نحارب وين؟ جهة في الشمال ولا نحارب جهة في الجنوب؟ كده الكذب من الكذب المباح 3، مش كده؟ برضو الترتيب والتنسيق خلينا نقول من قبل مواعيد الهجرة ب3 أعوام، يعني الحجاج اللي كانوا بيجوا من المدينة المكة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم للإسلام، فبنتكلم عن سعد بن زرارة، بنتكلم عن يعني 6 من الأنصار، نعم، والسنة البعدية 6 جابوا 12، وال 12 السنة البعدية جابوا 72. نعم، فلما مشوا كلهم للمدينة المنورة كأنما هم منتظرين بس 200 يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة يعني بعدين الكلام ده كان في الحج، وده بعض العلماء قالوا إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج حجة واحدة، إذا كان بيعة العقبة، ما العقبة دي ياها الآن جمرة العقبة نفس المنطقة اللي فيها جمرة العقبة، يا أول حصل فيها اللقاء وحصل فيها حصلت فيها البيعة، فده بنقول إنه يعني صحيح ما هون جو من برا، وأهل مكة أبوه دعاهم، أهل مكة عارفينه كذبوه، البر لما شافوا لهجة لسانه وشافوا فصاحته وشافوا أمانته دعاهم فأسلموا صحيح، مشوا بعدها مشوا كلموا أهلهم وجوا تاني زي ما أنت ذكرتي في المرة الجاية، وجابوا معهم مجموعة من حتى جاب معهم النساء ورجعوا تاني وجوا كم نفر، وبعدين بايعوا البيعة الأخيرة إنه يمشي يستقبلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنلقى إنه قالوا حتى حج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما جاء العقبة ساكن وإنما جاء حاج، لكن المعروف أنه تاريخيا إنه ماله حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وهي حجة الوداع، لكن ده نقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده يأس، يعني هسه مرات الواحد فينا يكون مستعجل يقول له زول صلي ما بصلي، أصل رحمك يقول لك ما بصل رحمي، طول يقول إن شاء الله عنك ما صليت وعنك ما أنا ما رسول لك، لكن يعني نشوف صبر الرسول عليه الصلاة والسلام، صبره عليه الصلاة والسلام، والناس مضايقين عليه وفكره وذكاؤه صلى الله عليه وسلم، يلقى له مجموعة وربنا يهيئ له 6 ديل يسلموا في نفس اللحظة. يسلموا في نفس اللحظة، يعني ما غيروا ولا بدلوا. بعد ذاك مشوا كلموا أهلهم تاني زي ما هو بالزعامة سعد وغيره، ويسلموا يجوا المرة الجاية العام القادم يجوا معهم ناس تانيين. وانظر إلى هذه المسألة، 6 يعني سنة كاملة الناس في سرية، ولحد ما بايعوه كلمونا الشيطان. الشيطان نادى في الناس. ايوه الجن اللي قال من السماء. قال لي انه محمد بايعوا والجماعه قال لهم كده. لكن ما في زول شوف معنهم مشركين جو، لكن وديل اسلموا كانت السريه. المفترض تكون الان الشغل عند المسلمين جانب السري جانب مهم. جانب السري جانب مهم، وده ناخذه نحن بناخذ في دروس عبر، لان القضيه ما قضيه عام هجري مثلا او احتفال بيوم مثلا او اجازه يوم، لا لا، هو زي ما قلنا هو منهج متكامل لحياة الناس. نعم. عفوا حسن، لكن لو سمحت لي يعني في بعض المواد التي أعددناها من خلال هذه الحلقة. ما مشكلة. ما ذكرت عن حديث الشيطان والجن الذي ذكر من السماء الصوت. يعني ذكر ابن هشام فقال
ثم قالت انصرفوا فمكثنا 3 ليال. والصوت يقول من أعلى مكة: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقي حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، ليهنأ بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. لكن ده ده شيطان تاني، ده ما شيطان، ده جني. ده جن تاني يبقى كان في عدد من الأصوات. أي لا، ده كان الأول، ده ما بعد ما خرج، ده لما وصلوا من معبد، ما ركوا بعد ما طلع وصل خيمة من معبد. نعم، اتكلمت فوق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده اتكلم عنهم في وهم مجتمعين. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم في البيان، في في نعم في في نفس العقبه. يعني الان هم اجتمعوا والموضوع سر، فهم عرفوا من عن طريق الشيطان، وحتى انا من جوهم بعدك تفرغوا وما عرفوا منه، مشوا وسط الناس و... لكن ده شنو ده؟ ده نداء ثاني، ده في الهجره. يعني انت الكلام ده بتغدري لي موضوع اخر، وهو انه حتى الجن في حمايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما مر يعني. أيوه. الجن، الحجر، الشجر، حتى السحاب، حتى الحيوانات يعني. نعم. كلها كانت هو ده محور يمكن انه ناويين نتكلم عنه بتفصيل او بشيء من التفصيل. حديث عن المعجزات اللي حدثت في الهجره بصوره عامه، بدايه من يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مرقد، وكل اللي كانوا موجودين امام الباب ما راوه، وصولا الى اخر المعجزات. لكن نعود مره اخرى يا صوفت، ويعني عام من الأمل ذكرنا، طريق جديد وتحديات كبيرة جدا، ربما يعني تكون هناك نظرات جديدة من خلال العام الجديد. احنا مع مدح المصطفى ايضا والنشاد الديني والحديث ايضا نتواصل. نعم، انا حقدم مدحة للشيخ الشيخ طابت اللي هو الشيخ عبد المحمود وشيخ هاشم، الشيخ هاشم الشيخ، نعم هاشم. هي الله 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 محلى رسول الله 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 محلى رسول الله 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 لو مت ما بنساك يا صفوة الخلق يا قبلة النساك من سره الأبهى مولى الأنام كساك من سره الأبهى أولى الأنام كساك لا غرو ننهج بك كونك حبيب الله 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 محلى رسول الله حبك سكن قلبي رب العباد يعلم من فاه ذكرك حق أعضايتي تألم عجبا زوي العهد مسك لهم إبرا للعهد مسك لهم إبرا فتحت لك الجنات وسمت بك الله 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 محلى رسول الله خصاك بالمعراج وشفاعة الكبرى الحوض والتأييد واللي والجبرى عجبا زوي العهد مسك لهم يبرا زمن زوي العهد مسك لهم يبرا فتحت لك الجنات وسمت بك الملة الله 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 رسول الله رضي الله عن صحبك
أزاوروك جمعا لله لا نيا كلا ولا سمعا وترى الغلوب يضرب حين برقهم لمعا وترى الغروب يضرب حين برقهم لمعا وترى الغلوب يضرب حين برقهم لمعا وترى الغلوب يضرب حين برقهم لمعا وهم لله أصحاب الهدى زلا الله 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 محلى رسول الله من طابتي ناداك هاشم أسير هواك جنبه من الهول من كونه بيهواك وبآله أكرم والمسلمين في حواك بآله أكرم والمسلمين في حواك من فتنة الدارين وكرم لهم نزلات الله 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 محلى رسول الله ما حي على الداعي أو ما بدا لي صباح أو كوكب الإشراق أغنى عني الإصباح أو ما النسيم سرى يا فالغ الإصباح أو ما النسيم سرى يا فالغ الإصباح سلي وسلم يوت على خير خالق الله 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 محلى رسول الله وسلم على أشرف خلق الله أجمعين قائد الغوري الميامين. شكرا صفات مرة ثانية. شكرا أيضا ماريا. شكرا شيخ ساتر. تواصل وعما سألت المعجزات اللي مرت بهذه المرحلة كثير جدا من المعجزات منها ما حكى ومنها ما خفى يعني. وحقيقة طبعا حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها معجزات لكن عندنا المناسبة طبعا أنه معجزاته كثيرة صلى الله عليه وسلم لكن بعض المعجزات اللي حصلت له لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما حكي كمعجزة وفيها كما حكي كثيرة. نعم. إنه يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار وطبعا الغار معروف بأنه عالي شوية حسب بيسموه طبعا هو في غار ثور طبعا ما هو غار حراء. نعم. وطبعا غار حراء هو جبل النور. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وقبل ما يطلع طبعا الناس حواليه شجعان يعني عاملين فيها رجال يعني وحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم عاملين فيها زي يقولوا هذا مفتحين وجابوا من كل قبيلة أيوة من كل قبيلة عايزين مفتحين صاحينه مفتحينه والمؤمنين وحالهم صاحين مرة فوق النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالباب ما جابوا خبره ودي من أكبر المعجزات إنه يشيل التراب كمان يكون على كل على رأس كل واحد تراب حفنة من التراب وهم يعينوا لحد ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم واقفين يعني 11 شاب تقريبا من 40 قبيلة طبعا وده بيأمر الشيطان الشيطان هو قال لهم اقتلوه وفرقوا دمه بين القبائل يعني ما في قبيلة حتى يقول الله يعني قالوا أهله يقول الله القبيلة الفلانية تدفعين الدنيا دي لا أبدا 40 قبيلة وجابوا الناس العين الحارة والناس المفتحين والناس الصاحين وهم في حقة نفسهم يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ معرفين متأكدين لكن مستكبرين شوف يعني مع البيت صغير يعني هو ما بيت كبير يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم شايلين سيوفه منتظرينه ينوم هو أصلا أنت جاي واقف نايم ولا صاحي أنت هو 11 نفر وهو نفر واحد ليه تنتظره لحد ما ينوم لأنهم عارفينه شجاع وعارفينه قوي حاطوه بيه وكب على رسم التراب وجعل قرأ الله سبحانه وتعالى وجعلنا بين أيديهم سدهم من خلفهم سدهم فخشيناهم فهم لا يبصرون
نعم حقيقة ما بتشوف العين لكن بيشوف القلب مش كده؟ نعم هم قلوبهم برا يعني ما مع النبي صلى الله عليه وسلم طلع منهم النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الغار والغار طبعا بيحكوا عنه الناس في السيرة نعم. طبعا في أشياء خطأ فيها صحيح نحن حنسمع أكثر إن شاء الله وحنشوف مع بعض أكثر من الحكاوي في الغار وما بعدها من المعجزات حنتواصل معك شيخ ساتي وأيضا صفوت ومع كل مشاهدينا الأعزاء في هجرة المصطفى المعظم عليه أفضل الصلاة والتسليم يدوم ويزدان التواصل بكم دائما بعد الفاصل و140 هجرية عام جديد ربما تكون فيه كثير جدا من الأمال والتطلعات للأمة الإسلامية بصورة عامة ولكل الشعب السوداني وكل السودانيين وكل من يتابعنا الآن في الموعد عبر هذه الإطلالة ونحن نتنسم عبق الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة بكل محطاتها وبكل معجزاتها وكل ما حدث فيها من عبر وعظات وكل ما تبعناه من صبر على الجلد ومن كثير جدا من الأشخاص والشخصيات اللي وقفت وساندت المصطفى المعظم عليه أفضل الصلاة والتسليم عبر المراحل المختلفة من هذه الرحلة كثير جدا من الأسماء وكثير جدا من الشخصيات يا ماريا وكثير جدا من المحطات اللي محتاجين أن نجيب فيها لحظات ولحظات ونأخذ منها كثير جدا من الدروس والعبر خلينا نقول على خواتيم الدروس والعبر موقف لسيدنا عمر بن الخطاب اللي طلع مهاجر للمدينة المنورة وكان بقمة الشجاعة وطلع قدام كل قريش وقال من يعني من أراد أن تذكره أمه والقصة مشهورة في الحديث والخروج بقوة صهيب الرومي الصحابي اللي مشى هو كان أشجع الفرسان وأكثر زول بيرمي النبال بالقوس والأسهم فكان الناس اللي بيجوا بعديه من كفار قريش بيجوا لحقينه فهو قال لهم أنا عندي مال في الحتة الفلانية إذا أنتوا عايزين نمشي شيلوه لكن اللي بيلحقني أنتوا عارفيني أنا أكثر زول ماهر في الرمي بالقوس صحيح فالبيجي حياخد طوال القوس السهم بشخص قدموا تضحيات كبيرة جدا بأموالهم وفادوا المصطفى المعظم بكثير جدا صفوة نحن يعني حنختم طبعا بمدحة أخيرة لكن نتح لك المجال لإهداء وكلمة أخيرة والتحية أيضا لرفق هذه الكيبورد نعم يمكن التحايا موصل لكل الأهل والأحباب في كل مكان بمناسبة العام الهجري الجديد نتمنى أنه يكون عام سعيد عليهم إن شاء الله وربنا يحقق لهم كل أمنياتهم سعدنا أنه الليلة نكون في معيتكم رفقة العازف الجميل الأخ وائل الحمدان ويمكن نحن يعني الليلة يعني حبينا نشارك بقوة إنه يعني الشباب موجودين متواجدين وتأكيد يعني دور الشباب في إنهم هم أيضا يساهموا في الاحتفاء والاحتفال بالعام الهجري الجديد بالتذكر والقيم المختلفة الموجودة داخل نعم نعم الهجرة نحن بنقول لك يعني يا صفوت شكرا جزيلا أكيد نعم. لكل مشاهدي الأكارم دمتم بألف خير وصحة وسلامة وإن شاء الله بداية عام جديد عليكم أكيد بداية سنة سعيدة عليك يا حسام وكل المتابعين وحنختم بواحدة من الأمدح من صفوت إن شاء الله شكرا لك برضو ماريا شكرا لكل مشاهدينا الأعزاء قبلوا تحية فريق عمل هذا اليوم ومع صفوت نختتم إلى اللقاء تفضل آلاف الصلاة يا سلام جميل تفضل آلاف الصلاة لبغدر جليل وتاج الأصفياء الفاغ الخليل آلاف الصلاة لبغدر جليل تاج الأصفياء
الفاغ الخليل يا سامع نداء سحليا محيل أجل بصيرتي قلبي ليك حيل أمنحنا الرضا من قبل الرحيل ألعب مدوان شد في طاعة حيل الصلاة أجل بصيرتي قلبي فيك حيلو أمنحنا الرضا من قبل الرحيل العظم الوهن شيت في الطاعة حيلو فاغل خليل العلن أنت يا جليل والنهج القويم حال سلوك سبيل والباسم تغى كلنا الميز آلاف الصلاة للغدر الجليل ناجل الأصفياء الفاغ الخليل